دي اليوم غادي يخليكم دائما في المنافسه على اللقب امام فريق نيش الملك؟ الحمد لله على هذا الانتصار هذا كنبغيو نهديوه للجماهير ديالنا. هذا الانتصار هذا كيخول لينا اننا نبقاو في المرتبه الثانيه، نبقاو منافسين على البطوله ان شاء الله. كيف كتعرف هاد المقابلات ما كيكونوا سهله، كان عندنا واحد كيف نقولوا ما كنربحوش خارج الميدان ديالنا. اليوم تحدينا راسنا وتحدينا كل شيء باش نربحوا اول انتصار خارج الميدان. كنبغي نشكر اللاعبين بزاف على الاداء والحمد لله 3 بوان. تالق زنيتي ضربة الجزاء يعني خلاتكم انكم تبقوا في اللقاء؟ كنبغيو نشكروا انس زنيتي، هذا من عادات ديال انس انه الحراس الكبار كيردوك في الماتش. كنا شويه في واحد الفتره مرينا من واحد الفتره فراغ في وسط المقابله، انس زنيتي الحمد لله تصدى لضربه الجزاء وردنا في المقابله.